والرسول حط قاعدة شرعية للأمر والنهي من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا رأى بعينه فليغيره إيش؟ بيده. أبسأل طلاب المتوسط اللي يروحون حلق القرآن ويروحون في الرحلات المدرسية، في أحد منهم؟ في أحد من الشباب يروحون في الرحلات المدرسية؟ أنتم في الرحلات المدرسية تروحون؟ فراكم مستحين يا شباب، أنتم طلاب متوسط ثانوية ذول اللي قدامي، ما في طلاب متوسط ثانوي؟ أخي أنت طالب جامعة ما شاء الله عليك. أيوه أنت. طيب هذول أيه أنت؟ أوقف الله يجزاك خير. أنت رحت ما شاء الله، لا أنت طالب ثانوي؟ وراك وقف واحد طيب أيهم؟ خلاص ما يخالف. وأنت رحت مع الجمعية ما شاء الله وثلاث أيام ربوع خميس وجمعة وما شاء الله جلسة بعد الفجر قرآن والضحى درس وبعد العصر ما شاء الله لعب كورة وبعد المغرب درس وبعد العشاء حلقة يعني ما شاء الله قعدت ثلاث أيام وزاد إيمانك مرة انشحنت شحنة إيمانية قوية ورجعت يوم السبت يوم الجمعة في الليل ويوم جيت والأهلك قاعدين عند التلفزيون أختك الكبيرة وأختك اللي أصغر منها وأختك اللي إيش لا اللي أكبر منهن كلهن زين ولهم قاعدين عند تمثلية يتفرجون على يحيى ولميس ما هو شعورك وإيمانك زايد صراحة الآن رأيت منكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ها الآن قدامك المنكر خواتك قاعدات عندها المنكر العظيم وهي التمثليات والمسلسلات التركية التي لا يخفى على إنسان خرابها وفسادها في أخلاق في أفساد الأخلاق والقيم يعني بنك العلم ذا الشيء يا شيخ وإذا ما ها بنك العلم ذا الشيء يعني بنصحهم بقول تشوفون ذي البرامج زي تقولون اتقوا الله اتقوا الله نعم ذا فبل لكم يا قوم تقول لهم كذا إيه إن شاء الله لا اقعد الله يجزاك خير أنت بتخربها أنت وقف اللي قدام عطى الميكروفون اللي قدام عطى اللي قدام أيوة ثوب بني جزاك الله خير ايش تقول لهم دخلت عند خواتك ولا قاعدين عند فيلم هندي نهي 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 والهندي ما غير يرقص من ورا شجره لشجره ويرقصوا وياها بصراحه لا تجامل وزايد ايمانك مره رحت معهم مزرعة مع ربعك خوياك وزاد الايمان وصل الايمان يبي يطلع مع ذنيك مره خلاص قرب الميكروفون بغير القناوه انصحهم بغير القناوه انصحهم تغير قناة طوالي طيب اختك منك اختك متزوجة طيب وجاية عمرها فوق 35 اكبر منك حتى لو اكبر منك حتى تقول لها اسكتي انت اي توشها اتقي ها رجال وتصقعها اصقع رجال اقعد الله يجزاك خير خربتها امسك جاب العيد الله يجزاك خير لا يا اخوان انتبهوا ترى هذا ليس من الحكمة يا شباب انا دائما اقولها يقول خادم ابو عبد الله تعرفه يقول والله واحد زي كذا هذي شاب جاء وشاف خواته عند التلفزيون ويرمي التلفزيون مع السطح ويلحق أبوه بالعقاب ويركض أحد 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 أحد, 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 أحد